لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في الهيئات إعلان حظر التجوال في بغداد لمدة أسبوع وتمديده بمحافظات أخرى بسبب تفشي كورونا. في صحيفة العربية الجديد، لبنان يعلن التعبئة العامة لمواجهة كورونا. في صحيفة الشرق الأوسط، حظر التجول في بغداد بسبب المخاوف من كورونا. في صحيفة المدى، متظاهرون وأصحاب المخابز والأفران يحتجون على رفع الرسوم والضرائب. في موقع عربي 21، مستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة. في القدس العربية، اتفاق شيعي مرتقب على رئيس الحكومة العراقية. وفي موقع كتابات، العراق يفتقد السيادة أمام الميليشيات الشيعية والقوات الأمريكية. السلام عليكم. منذ عام 2003 ولغاية اليوم، والعراق ساحة للصراع والتنافس بين قوى مختلفة ومتخالفة، لا بل كان وما زال أرضا لتصفية الحسابات. هذا بعد أن تم صناعته من جديد ليكون متأثرا بتلك الصراعات، ليصبح نقطة انطلاق لعدم الاستقرار. فلم تقتصر الصراعات على الغلبة لمن؟ من خلال السلاح والتدخل بشأن الداخلي والتحكم بمحركات صنع قراره السياسي، لا بل حتى في قراره الاقتصادي الذي حولته الولايات المتحدة بعد احتلالها له إلى حقل تجارب تحاول من خلاله أن تطبق جملة من النظريات الاقتصادية. مقال الكاتب أثير ناظم الجاسور في صحيفة المدى. اعتاد العراق على أن يتأثر بأي أزمة تمر على العالم، لا بل تأخذ الأزمة دورها في تعطيل كافة مرافقه حتى تكون عامل أساس بشل كل أنظمته التي اتسمت بالهشاشة بعد أن أدخلت عليه أنظمة تعد حديثة من وجهة نظر صانع القرار الأمريكي، لتعطل كل ما له علاقة بسيطرة الدولة على مرافقه الاقتصادية، تحديداً بعد أن كان للدولة المركزية دور كبير في رسم معالمه. لم تكتف سلطة الاحتلال بتدمير بنية الدولة السياسية والأمنية، بل ساهمت ومن خلال الأوامر الصادرة عن الحاكم المدني آنذاك بول برايمر في تدمير الصناعات العراقية من خلال تعطيل مختلف الصناعات والتشكيلات المرتبطة بها في سبيل إعطاء الفرصة للشركات الأجنبية والأمريكية على وجه الخصوص من أن تتولى إدارة هذا الملف بعد أن تفقد الدولة السيطرة عليه. وهذا بدوره سبب في أن يعتمد العراق على المورد الريعي الوحيد النفط من أن يكون المتحكم في تسيير أمور الدولة المالية. وعليه اعتمد العراق على النفط في تحديد ميزانياته المالية والإنفاق الداخلي، الذي لم يسلم أيضاً من أوامر الحاكم المدني الذي عمل على أن تكون للشركات النفطية الأمريكية حصة في استثماره من خلال ما سماه تقاسم الإنتاج. يواجه العراق اليوم أزمة داخلية تهدد وضعه المالي كدولة والمعيشي للمواطن، بعد أن نتج التنافس السعودي الروسي على عدم الاتفاق حول تخفيض الإنتاج فيما يخص الحصص النفطية. ليتأثر العراق أيضا بهذا التنافس الذي أصبح واقعا عليه أن يتقبله ويتعايش معه ويجد له الحلول في سبيل الخروج بأقل الخسائر. فبعد تفشي وباء كورونا، كما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي، أصبح الإقبال على التجارة ضئيلا، ما قد يتسبب بخسارة كبيرة للشركات العالمية وللعديد من الدول من بينها العراق. يبدو أن إيران مصرة على السيطرة الكاملة على الشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية في العراق دون الاستجابة للمطالب الشعبية التي خرجت بالآلاف وطالبت بإنهاء النفوذ الإيراني وتحجيمه وعودة العلاقات الإيرانية العراقية إلى علاقات صداقة طبيعية بناء على المصالح المشتركة،
بدل الاستمرار باستنزاف وإخضاع العراق لصالح الأجندة الإيرانية في المنطقة، مقال في موقع مركز راسام. تحرص طهران على إبقاء العراق خزينة مفتوحة لتوفير الدعم المالي لوكلاء إيران في المنطقة والمساعدة المالية للأنشطة التخريبية، حيث أكدت المعلومات أن النظام العراقي في فترة نور المالكي نقل إلى سوريا أكثر من 460 مليون دولار منذ عام 2012. وبعد الأزمة السورية، على الرغم من العلاقات المتوترة بين المالكي وبشار الأسد، إلا أن طهران وجهت بتحويل المساعدات العراقية إلى سوريا، بالإضافة إلى تحول العراق لمركز اقتصادي لميليشيات حزب الله اللبناني، حيث يتلقى الحزب ما يقارب 300 مليون دولار سنوياً من نشاطاته الاقتصادية في العراق من خلال الشركات التي تعمل في مجال النفط والنقل والاتصالات وغسيل الأموال. ومن المؤكد أن الأموال الحقيقية التي تم إرسالها لتمويل الأنشطة التخريبية في المنطقة من خزينة العراق أكبر من هذه الأرقام، وهذه من الأسباب الرئيسة لتعرض العراق للأزمات الاقتصادية وفشل الحكومة في استخدام مواردها لبناء البنى التحتية وتطوير المجال الخدمي. جاءت زيارة شمخاني إلى العراق بالتزامن مع تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية التي أعلن فيها عن عدم قدرة لبنان عن سداد الديون المستحقة عليها في الظروف الحالية وتبلغ 92 مليار دولار. لا يمتلك وكلاء إيران في العراق ولبنان أو في دول المنطقة أي استراتيجية أو رؤية سياسية أو اقتصادية لتحقيق مطالب الشعوب التي خرجت بالملايين إلى الشوارع مطالبين بالإصلاح والتغيير. وعلى الرغم من هذا العجز عن الاستجابة لمتطلبات الواقع، إلا أنهم يرفضون التخلي عن السلطة ولديهم إصرار للبقاء في الحكم للذهاب بالبلدان نحو المجهول والانهيار السياسي والاقتصادي بضغوطات إيرانية. دمرت الدولة وتراجع سلطاتها وارتبك وتضعضع أمنها وتردى أداؤها بسبب خراب مشهدها السياسي بعد أن ابتلعها الفساد وأضحى شبه عاجزة عن إصلاح حالها والمضي بالتزاماتها المحلية والإقليمية والدولية كدولة رصينة كما يرغب ويطمح إليه العراقيون الذين دفعت بهم كل الظروف والعوامل للخروج إلى ساحات التظاهر والاعتصام مطالبين بالتغيير والإصلاح الجاد والشامل، مقال الكاتب طالب قاسم الشمري في صحيفة الزمان العراقية. والكل يعرف ومطلع بدقة على تفاصيل التحديات التي يواجهها ويعيشها العراقيون وهم يعانون أوضاعا سيئة شديدة الخطورة، وهي نتائج حتمية ومحصلة للفعل المتحقق لصراعات وخصومات عنوانها القادة والسياسيون المتسابقون إلى السلطة من أجل تسيد المواقف. صراعات أدخلت البلاد وأغرقتها في فوضى عارمة، وهي نتيجة طبيعية لعملية سياسية تحصصية عليلة عشنا وما زلنا نعيش أزماتها وكوارثها، ومن هنا فتحت الأبواب على مصاريعها وبلا حراس مشجعة دول العالم والجوار الإقليمي على خرق سيادتنا عبر التدخلات في شؤوننا الوطنية وخاصة السيادية منها، تدخلاً حد الإمساك بشرايين الدولة وتقطيعها تمهيداً لتقسيم الجسد العراقي، فيما قادة العراق وسياسيوه غارقون في عسل السلطة وبهرجتها وفي غيبوبة بعد أن اختلفوا بدل التوحد والتماسك لبناء الدولة المدنية الديمقراطية المهابة والمحترمة من شعبها أولاً ثم من جيرانها والعالم. لكن خصومات وصراعات عنوانها المعنيون بقيادة العراق وعملياته السياسية بكل كتلهم وأحزابهم بل وحتى مؤيديهم التي لم تهدأ ولم تتوقف حروبهم متراشقين بكل أسلحتهم المتاحة وفي أحلك الظروف، مزقت العراق ونسيجه الاجتماعي ودمرت آدابه وثقافته وفنونه ومزقت الهوية الوطنية وهي من أهم أسس وثوابت ومقومات الدولة الرصينة. بيئة سياسية واجتماعية وأمنية كهذه حتى تصبح حاضنة طبيعية لكل التناقضات السياسية والاجتماعية، بيئة نمت وترعرعت
وتضخمت فيها آفة التي زادت من فقر العراقيين وتفاوتهم الطبقي، ودمرت العدل والإنصاف والعيش المشترك للعراقيين، وهي ذاتها عوامل ومناخات وظروف أسقطت هيبة الدولة وهجرت كفاءاتها الوطنية بعد أن تم قتل العديد منهم. ضرب وباء كورونا 100 بلد واخترق القارات وعمم الهلع وهز الاقتصاد العالمي، وزاد التخبط في العلاقات الدولية على ضوء احتدام التنافس بين القوى الكبرى وتصدع العولمة في سياق مسعى إعادة تشكيل النظام الدولي. والتاريخ كما هو العادة ليس نتاج ما نتوقعه، لكن حدث عام 2020 ليس حربا عالمية بالمعنى التقليدي أو عملا إرهابيا كبيرا أو انهيارا ماليا، بل فيروس مفترس غامض يجتاح القرية الكونية ويدلل على مكامن الضعف فيها وعلى الخلل في نماذج التطور والعولمة والحوكمة. خطار أبو دياب يكتب عن تأثير فيروس كورونا. تبدو وحدة مصير شعوب العالم في مواجهة هذه الآفة الخلاصة الأولى الضرورية لمكافحتها، ولكن ذلك لا يخفي ما برز من نزاعات جديدة وجدل مقلق حول احتمال الحرب البيولوجية، ومن تناقض صارخ بين كل أنواع الانكفاء والانعزال العرقي والديني والقومي من جهة، والحاجة الملحة لبلورة عولمة إنسانية وإنقاذية في القرن 21 من جهة أخرى. باغت انتشار فيروس كورونا الجديد الجميع من نقطة انطلاقه إلى باقي العالم، وأخذ يتحكم بجدول أعمال القرية الكونية، وأحدثت آثاره المباشرة والجانبية اهتزازاً اقتصادياً في الأسواق النقدية وسوق النفط، ووضعت على المحك أنظمة الصحة في العالم وأشكال إدارة الأزمات. واللافت أيضاً أنها شكلت اختباراً للأنظمة السياسية من أوتوقراطية أو ديمقراطية لجهة فعاليتها في الحد من تصاعد الوباء. يقودنا الاضطراب السائد إلى التساؤل عن مدى تأثر الأنظمة بتفاعلات أزمة كورونا التي كشفت عن مأزق في الأداء الصيني، يذكرنا بكتاب جورج أورويل عام 1984، لأن التقدم العلمي والثورة الرقمية والقوة الاقتصادية لن تكون الوصفات السحرية لاحتلال الصدارة بين القوى العظمى إذا لم تقترن بالشفافية والمساءلة واحترام البيئة وقواعد العلاقات الدولية والحقوق الإنسانية. هكذا تبدو أزمة كورونا كأنها حرب عالمية خفية بعيداً عن نظريات التآمر ودون استخدام أسلحة الدمار الشامل أو التقنيات النوعية. في عام 2008 تم تفادي أزمة اقتصادية كبرى بسبب التضافر العالمي وقوة الديمقراطيات الأوروبية ووقفتها إلى جانب الولايات المتحدة. المطلوب اليوم المزيد من الإحساس بالمسؤولية لدرء الكارثتين الصحية والاقتصادية والتفكير بمستقبل الإنسان والكون خارج مقاييس الربحية وإلغاء الآخر. حذر الخبراء الطبيون الأمريكيون من الكارثة التي تنتظر الولايات المتحدة نظراً للأخطاء التي ارتكبها الرئيس دونالد ترامب عندما أخر الفحص الطبي. ونقلت صحيفة أوبزرفر عن خبراء في الصحة العامة قولهم إن محاولات تجنب إحداث حالة فزع قد ارتدت عكساً في وقت باتت فيه الحكومة أمام عدوى الفيروس بدون استراتيجية متماسكة. وقال أوليفر ميلمان في تقريره إن الولايات المتحدة تسير نحو خراب شديد بسبب انتشار فيروس كورونا، نظراً للتأخير والعجز عن توفير الأجهزة اللازمة للفحص الطبي، بالإضافة إلى الرسائل المضللة التي قدمتها إدارة دونالد ترامب. ويقول نقاد الإدارة إن غياب التخطيط والقيود التي منعت فحص الأشخاص الذين لا يعانون أعراضاً رغم وجود الفيروس في جسم الإنسان مدة، أو فحص من جاء من مناطق انتشار الفيروس الساخنة حول العالم، أدت إلى زيادة الوضع سوءاً. وقال توماس تنشيش ياتاي الجراح في بوسطن وعضو معهد هارفارد الدولي للصحة العامة، أدت إجراءات الحجر الصحية المشددة في الصين لمنح بقية العالم عدداً من الأسابيع، لكننا ظللنا في الولايات المتحدة نتفرج بدلاً من الرد، وكانت فرصة ضائعة.
ولو كان هناك رد مستهدف لكنا في وضع مختلف الآن. وأضاف أن الولايات المتحدة لم ترد التسبب بفزع عام، ولكن الرأي العام شعر بالفزع عندما لم يرى أن هناك خطة، والفراغ يخلق فزعاً. وزاد على الرد المشوش تغريدات وتصريحات الرئيس دونالد ترامب الذي خشي من تأثير الفيروس على الأسواق المالية وفرص إعادة انتخابه. قال له في البداية من المخاوف العامة حول فيروس كورونا ووصفها بالمزيفة، قبل أن يقول إن انتشار كورونا ينخفض ولا يرتفع. واعترف مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوتشي في شهادة أمام الكونغرس الأمريكي، اعترف بأن السلطات فشلت في ردها وبسرعة على انتشار فيروس كورونا، وقال إن فكرة حصول أي شخص على فحص بسهولة كما في الدول السابقة فإننا لم نقم بالتحضير لهذا. هل اعتقد أنه كان علينا عمل هذا؟ نعم، ولكننا لم نعمل وكان فشلا وعلينا الاعتراف. تنهي الثورة السورية عامها التاسع الذي يعد من أسوأ الأعوام منذ قيامها عام 2011، إذ تقلص دور الهيئات التمثيلية للثورة إلى الحد الأدنى حتى باتت من دون أي دور يذكر بعد تهميشها دوليا. أما فصائل المعارضة التي بات أغلبها تابعا لتركيا كونها الجهة الوحيدة التي تدعمها، مقال للكاتب عبسي سميسم في صحيفة العربي الجديد. شهد العام التاسع للثورة محاولة روسية لحسم الأمور عسكرياً مع استغلال تراجع المواقف الدولية وعدم الجدية في المضي بالعملية السياسية، فانقلبت موسكو على كل اتفاقياتها مع تركيا وقادت النظام للقيام بعملية واسعة مكنته خلالها من الاستيلاء على كل ريف إدلب الجنوبي ومعظم ريف حلب الغربي، وبسط النظام بذلك هيمنته على كل المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة وتقع شرقي الطريق الدولي حلب دمشق، بالإضافة إلى بسط سيطرته على معظم المناطق التي كانت محسوبة على نفوذ المعارضة جنوبي الطريق الدولي حلب اللاذقية. واستغلت موسكو تخلي شركاء تركيا عنها في حلف شمال الأطلسي وعدم اتخاذهم موقفاً جدياً إلى جانبها في مواجهة الانقلاب الروسي عليها، والذي وصل حد الإعاز لقوات النظام بضرب نقطة تركية وقتل عناصرها، الأمر الذي سمح للروس بفرض اتفاق وقف إطلاق نار مبهم مع أنقرة مكنوا خلاله قوات النظام من الحفاظ على المناطق التي استولت عليها. على الرغم من كل التقدم العسكري الميداني الذي قادت روسيا النظام لتحقيقه، إلا أن موسكو لم تتمكن حتى الآن من الحسم النهائي من خلال القوة العسكرية، إذ لا تزال القضية السورية في انتظار تحرك دولي جدي يفرض حلا سياسيا وفق قرارات الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي لا يزال غير واضح في المدى المنظور. وجه فيروس كورونا الجديد مزيداً من الضربات إلى مناطق متفرقة من العالم لتتزايد حالة الهلع من تمدده، ما أدى إلى إقبال المستهلكين على شراء كميات كبيرة من السلع خوفاً من المجهول. في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، وقف متسوقون في طوابير طويلة أمام متاجر البقالة بانتظار شراء السلع الأساسية مثل المعكرونة وعبوات المياه، وسط مخاوف من نقص السلع في مختلف أنحاء البلاد. ودفع التزاحم على سلع معينة متاجر التجزئة الكبرى إلى فرض حدود على حجم المشتريات لضمان ألا تخلو الرفوف من هذه السلع، وفق تقرير لرويترز. لكن المتسوقين القلقين أفرغوا رفوف متاجر البقالة والصيدليات من هيوستن حتى لوس أنجلوس مع اتساع نطاق تفشي الفيروس وإعلان الرئيس دونالد ترامب قبل يومين حالة طوارئ وطنية لمكافحة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 47 شخصاً في الأقل في البلاد. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.